هاي، معكم ماريلين من سنابل نيوز. اليوم حبينا نزور أتليه جمعية إيزوبيل تنشوف شو عم بحضرولنا لعيد الميلاد. اسمي لطفة سليمة، أنا بشتغل بمسافات. كلا نعمل بالأتكات نحطن. كان بخيط على مكانة. أنا اسمي مارينا، بشتغل بمناشف، بعمل رابطة بالأتكات، بعملن على عيد ميلاد. أنا تعمل فكر هدفة تيكات. المشغل الخياطة يلي هو من مشاغل اللي بينتموا لمركز المساعدة بالعمل، يعني مشاغل محمية بالسيزوبيل. ومثل ما شايفي عم نحضر مناشف يلي رح تنزل للمعرض بموسم الميلاد. بنعمل كروت بعيد ميلاد. بنعمل كروت للميلاد. نحن بنكون عم نعمل كروت بسنة بيقدمون وبيعطون لعيد الميلاد. أنا بساعد بسالة عيد نوال. أنا لي عيد الميلاد كل من هيك حضر الشوكولا. أنا بالأدلية الشوكولا بحط ستيكرز الشوكولا اللي عم نعملهم للمارة. Bonjour, oui. Noël. Noël. الغيم غارة رب عمل زيارة من شمسك لوّرني وملّيني حرارة. مثل ما شفتوا فينا نزين بيوتنا بأشكال كتير حلوة، بذات الوقت منكون عم نساعد أشخاص بأمس الحاجة إلنا. كان معكم ماريلين من سنابل نيوز.